غدا يبدأ العراقيون معركتهم الكبرى ضد فيروس كورونا. آلاف منهم سيتوجهون إلى المراكز الصحية في مختلف المدن للتزود بلقاح استرازينيكا الذي وصلت 336 ألف جرعة منه الخميس إلى مطار بغداد كدفعة أولى من أصل 16 مليون جرعة. تعاقدت وزارة الصحة على شرائها منذ مساء الخميس. بدأت عمليات توزيع اللقاح بين دوائر الصحة في بغداد ومدن أخرى. بعض الدوائر أعلنت أنها ستباشر التطعيم من السبت والبعض الآخر من الأحد. الوزارة كانت أطلقت منصة إلكترونية للتسجيل على اللقاح، وستكون الأولوية في التطعيم للمسجلين في المنصة، فيما دعت بقية المواطنين إلى التسجيل للحصول عليه وعدم التخوف منه. هذا اللقاح مقر من قبل منظمة الصحة العالمية وأثبت نجاحه ومأمونية استخدامه، وأيضا نطمئن المواطن الكريم أن كل فرقنا الصحية ضمن 666 منفذ خاص بالصرف وبإشراف دائرة الصحة العامة وبإشرافنا شخصيا سيتم توزيع هذا اللقاح بشكل عادل ومجاني لكافة المواطنين. دوائر الصحة حددت في بيانات المراكز الصحية التي سيتم التطعيم فيها، حيث ستشمل المرحلة الأولى من تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، وسيحصل متلقو اللقاح على بطاقة تثبت تلقيحهم الجرعة الأولى ليأخذوا بواسطتها الجرعة الثانية في موعد محدد. ومع توفر اللقاح تشدد الوزارة على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم المتواصل.